كان فيه برنامج توزيع يعني تاع السداسي الاول اللي كنا راح نقوم بعمليات التوزيع، وجات الجائحه هذه تاع الكورونا اللي خلاتنا نتاثر شويه في حتى في التوزيع. في الوقت المناسب راح يكون هناك نصرح بالعدد الاجمالي بالولايات بالمشاريع. احنا درنا تمديد الشهر الاول ودرنا تمديد الشهر الثاني يعني تاع الفواتير تاع القاطنين، ونطمئن يعني مام لي زاكيرور اللي درنا لهم تمديد نطمئنهم مام تسديد هذا الديون اللي درنا لهم تمديد راح يكون تسديد تدريجي يعني بصفه ما يكونش يعني في نخرج من الصح من الحجر الصحي نتصل به باش يدفع الشطرين يعني بدفعه واحده، لا راح يكون تسديد يكون جدول لتسديد هذا المستحقات. ولايه البليده يعني المجمع السكاني تاع المدينه الجديده تاع بوينان يعني تقريبا الاعمال كانت يعني نمشي ب 5% 10% يعني طبيعه الحال صحة الإنسان يعني أولى من كل شيء. وحنا الآن في صدد يعني وضع برنامج باش تكون هناك يعني لا روبريز تكون يعني تكون انطلاقة جيدة إن شاء الله.